نعم منذر، ونحن نبقى وإياك وأيضا مع مشاهدينا في هذه التغطية المتواصلة من قناة الميادين، نواكب فيها هذه الثورة الطلابية، ثورة الجامعات الأمريكية والتي امتدت أيضا إلى جامعات غربية. إذن الإبادة الإسرائيلية في غزة لم تترك مجالا للحياد. العالم اليوم منقسم بين الرافض للعدوان والمتضامن مع غزة وضحايا الإبادة الإسرائيلية مقابل الداعمين لقتل الأطفال والنساء وانتهاك حقوق الإنسان. الدعم الأمريكي والغربي للعدوان الإسرائيلي على غزة انعكس إذن غضبا في شوارع أمريكا والدول الأوروبية، فيما كان طلب الحرية لفلسطين شعارا اجتمعت عليه الاحتجاجات الطلابية في أعرق الجامعات الأمريكية والأوروبية. هي صرخة مدوية بوجه تحالف المصالح الرأسمالية الخارج على القانون والمواثيق الدولية. يستعيد الرأي العام الغربي المبادرة من مظلومية غزة، فيما يهيمن الصمت المخيف على الرأي العام العربي رغم بعض الاستثناءات. منذ 7 تشرين وفلسطين الغائب الأكبر في عن الشارع العربي والمواقف المؤثرة للنخب السياسية. مشاهدينا إذن نحن معكم في هذه التغطية، نقف عند آخر التطورات، نبحث في المآلات لهذه الانتفاضة بل الثورة الطلابية في أمريكا. ونحن سيبقى معنا زميلنا منذر سليمان مدير مكتب الميادين في واشنطن، كذلك زميلنا محمد كريم موجود على الأرض يواكب أيضا نبض هذه التحركات في هذه الساعة الجديدة. ومباشرة إليك زميلنا محمد كريم، نقف وإياك عند آخر التفاصيل والتطورات، خصوصا ما كان يحكى أن في مهلة زمنية أعطيت ربما لطلاب جامعات لا سيما جامعة كولومبيا والعودة عنها. ما واقع الثبات بالنسبة للطلاب الجامعيين، الثبات على المطالب وطريق تعامل إدارة الجامعات معهم؟ يبدو بالفعل رامي أن هذا الحراك والنسق الذي يسير فيه والاتجاه الذي يتجه إليه هذا الحراك هو نسق واتجاه غير مسبوق، نسق واتجاه تاريخي إنجاز القول بالفعل الزخم واتساع رقعة هذه الاحتجاجات الطلابية في مختلف الجامعات الأمريكية ومنها نحن التي نتواجد فيها الآن وهي جامعة جورج واشنطن في قلب العاصمة الأمريكية. ويبدو أنه بالفعل كما تفضلتي هنالك محاولات من إدارات الجامعات بتهديد أو ترهيب الطلاب بهدف إنهاء اعتصاماتهم، وبالتالي كانت هذه المحاولة يبدو أنها قد تأتي بالنسبة لهذه الإدارات بنتائج ترتضيها على أقل تقدير بإنهاء هذه الاعتصامات، ولكن الواقع هنا يشي بأمر مختلف بشكل كامل. ما ترونه الآن من خلفي لربما وصوت جوليا يصلح هنالك أيضا مشهدين أو مشهدان الآن في هذه بالتأكيد طبعا بالإضافة طبعا إلى الأغاني الحماسية كما تفضلتي وتستمعون إليها، هنالك الآن مشهدين في هذه اللحظات في جامعة جورج واشنطن. المشهد الأول هو المشهد القائم بمخيم وخيم المعتصمين من الطلاب الذين هم محاصرون بالأجهزة الأمنية وأيضا بالسياج الحديدي الذي وضع حولهم، والذين يؤكدون بأنهم لن يغادروا موقعهم حتى تلبية مطالبهم. في المقابل محاولات التهديد التي أجرت من قبل إدارة جامعة جورج واشنطن بإنهاء هذا الوجود دفع بمزيد من الطلبة ليس فقط من طلاب جامعة جورج واشنطن بل من الجامعات في المحيطة بالعاصمة الأمريكية واشنطن، ومنها مثلا على سبيل المثال جامعة جورج تاون وأيضا جامعة ميريلاند بالقدوم هنا وتشكيل ضغط طلابي آخر خارج الحرم الجامعي كما تلاحظينه الآن. إذن نحن أمام مشهد متضامن مع مخيم الاعتصام داخل حرم الجامعي ومشهد الاعتصام الذي هو لا يزال قائم، وبالتالي هذا التضامن خارج أسوار الحرم الجامعي هو لمنع أي محاولة قد تقدم عليها إدارة الجامعة وبدعم من الأجهزة الأمنية التي تنتشر بشكل مكثف في محيط جامعة واشنطن لإلغاء وإنهاء وفض هذا الاعتصام، بالرغم من أنه
وقبل قليل راميا صدر بيان عن جامعة جورج واشنطن. اسمحي لي أن أقرأ نص هذا البيان الذي هو قصير والذي جاء فيه أنه الجامعة أبلغت المتظاهرين بأن تواجدهم وسلوكهم في ساحة الجامعة والحرم الجامعي يمثل انتهاكا للعديد من السياسات التي تعتبرها الجامعة تعديا على ممتلكات الغير. وبالتالي تقول الجامعة في هذا البيان أن أي طالب يبقى في الحرم الجامعي سيتم إيقافه مؤقتا ويتم منعه إداريا من دخول الحرم الجامعي. إذن هو تهديد واضح من إدارة الجامعة للطلبة تعيد البيان. لطفاً محمد كريم زميلنا أعيد لنا هذا البيان. إذن هو بيان صادر عن إدارة جامعة جورج واشنطن. نعم. التي نحن الآن متواجدون فيها راميا. نعم. أو هذا البيان يقول أنه الجامعة أبلغت المتظاهرين بأن تواجدهم وسلوكهم في ساحة الجامعة وحرمها يعد انتهاكا للسياسات التي تنتهجها هذه الجامعة ويعتبر تعديا على ممتلكات الغير. وبالتالي أي طالب يبقى في حرم الجامعة وساحة الجامعة سيتم إيقافه مؤقتا ومنعه إداريا من دخول الحرم الجامعي. وهذا البيان صدر قبل قليل من جامعة جورج واشنطن من إدارة جورج واشنطن. وبالتالي هو تهديد وترهيب مباشر إنجاز القول. وبحسب هؤلاء الطلبة المتضامنين أيضا مع المعتصمين داخل الحرم الجامعي محاولة ترهيب الطلاب بأنهم ستقع عليهم عقوبات تصل إلى حد فصلهم من الجامعة ومنعهم من دخول الجامعة مجددا إذا ما استمروا في هذا الاعتصام. ولكن حتى مع هذا البيان الذي صدر من إدارة جامعة جورج واشنطن يبدو أن المشهد وهذا البيان أضاف زخما أكبر للطلبة والطلاب الذين يناصرون القضية الفلسطينية ويطالبون بوقف العنف والعدوان على غزة ووقف الإبادة الجماعية كما يصفونها. ومن هنا رأينا هذا العدد الكبير الذي يحضره الآن الطلاب والحشود الكبيرة الحاضرة في هذا الشارع. بالمناسبة هذا الشارع كما ترين هو راميا هو مؤدي بشكل مباشر إلى البيت الأبيض. أميال قليلة فقط تفصل هؤلاء المحتجون عن البيت الأبيض. وبالتالي هي تحدي واضح من هؤلاء الطلبة لإدارة الجامعة أولا بهدف تلبية مطالبهم وأيضا تحدي لمصادر ومراكز صنع القرار الأمريكي في العاصمة واشنطن. وبالتالي لا يبدو أن هنالك تراجعا من قبل هؤلاء الطلاب عن تلك الاحتجاجات والذين بالمناسبة هم اتخذوا من جامعة جورج واشنطن مركزا للتجمع والاحتجاج والاعتصام لدعم غزة وهم يمثلون حشود الطلاب من مختلف الجامعات الأمريكية في العاصمة واشنطن وفي محيطها. وبالتالي هم أيضا طبعا عدد من الطلاب الذين تحدثنا معهم أيضا هم يرفضون المحاولات المستمرة من المشرعين الأمريكيين وحتى من وسائل الإعلام الأمريكية التي تحاول تشويه صورة هذا الحراك الطلابي واعتباره بأنه حراك معادي للسامية. وبالتالي هم يعتبرون أن هذه المحاولات رامية هي تأتي لتشويه أولا صورة هذا الحراك السلمي بامتياز. ونحن نشدد هنا على كلمة السلمي لأنه لم نسجل ولم نشاهد وقوع أي حوادث قد تحيط أو تؤدي أو تثير علامات استفهام على سلمية هذا الحراك أولا. وأيضا هي تحاول أو يعتبرون أن تلك المحاولات هي محاولات لصرف الأنظار عن الهدف الأساسي الذي انطلقت منه هذه التظاهرات ألا وهي دعم غزة ووقف العدوان عليها. وهم يؤكدون أن هذه التحركات لن تتوقف. يبدو أنه فقدنا صوت الزميل محمد كريم لكن الصورة تأتي أيضا من عنده في جامعة جورج واشنطن. وكان تحدث أيضا عن مجموعة من الطلاب الذين جاءوا إلى المناصرة أيضا لهذا التجمع في طلاب جامعة جورج واشنطن من جورج تاون وأيضا من جامعة ميريلاند. نستمع لهذه الهتافات.
إذن نحن أمام هذه التحركات الطلابية المستمرة والاحتجاجات تتسع. الشرارة كانت في كولومبيا ومنها انطلقت إلى مروحة واسعة من الجامعات في الولايات المتحدة الأمريكية، وصلت حتى 98 جامعة وكلية ومعهد. كولومبيا، أوستن، مينيسوتا، إنديانا، جنوب كاليفورنيا، أوهايو، كان في اقتحام كبير وعنيف للشرطة واستمرت الاحتجاجات. جورج واشنطن التي نراها، كالمر في تكساس أيضا فيها اعتقالات، جامعة أتلانتا في جورجيا، وكان في أيضا عنف كبير مارسته قوات الشرطة وبقيت الاحتجاجات واستمرت. كولومبيا ليل نهار يعني في نيويورك والمزيد من الاحتشاد رغم الاعتقالات. نتحدث عن بوسطن اللي هي يعني فيها نخبة الجامعات، هارفارد، نورث إسترن وغيرها. نتحدث عن جامعة شيكاغو انضمت أيضا لهذه التحركات. نحن أمام تحركات ترتقي لتلامس ثورة طلابية في الجامعات. سأذهب إليك حتى نختم معك في هذه المشاركة وإيانا في هذه التغطية زميلنا منذر سليمان في هذه الساعة. إلى أي حد دخول السياسيين بهذا الشكل والاتهامات التي ساقوها بل وأيضا التهديدات التي يطلقونها عقدت المشهد بشكل أكبر؟ بداية لابد من التعليق على بيان الذي صدر عن جامعة جورج واشنطن، وهذا بيان تقريبا نسخة يعني حرفية من البيانات التي صدرت عن بعض الجامعات التي تقول بضرورة إنهاء الاعتصامات. هي تزعم بأنها تؤدي وتعرض الممتلكات للخطر، وأنه ويزيدون عليها في بيانات غير ذلك بأنه هي تساعد على أن يكون هناك أطراف ثالثة مشبوهة أو لها هدف التخريب أن تتسلل وسط الطلبة، وهذا يعني أنه الاحتجاجات والأشخاص الذين يدعمون كان من العائلات أو الأصدقاء الذين يدعمون نشاط الطلبة. لا يوجد حتى الآن أي تعطيل للدراسة من قبل كل هذه الاعتصامات والتحركات الطلابية، لا يوجد أي تعرض للممتلكات، فهذا كلام مردود عليه ويحق للطلبة التحرك السلمي في الحرم الجامعي. ولا يوجد يعني إذا خارج الحرم الجامعي ممكن للولاية أن تتدخل وتقول أنه هناك يمكن أن تتعرض الممتلكات أو يمكن تعطيل حياة الناس وغيرها من الأمور، ولكن هذه كلها اتهامات باطلة هي فقط للترهيب ولمحاولة أيضا إيجاد مبرر لكيفية إنهاء هذا الاعتصام، لأنه أخطر ما يمكن أن يشكل على السياسيين الذين تحدثت عنهم كان بايدن وغيره هو أن يكون مشهد اعتصام يومي دائم يذكر العالم بأن الجرائم التي ترتكب يمكن إيقافها، وأن هؤلاء السياسيين لا يقومون بواجباتهم من أجل إيقاف المذبحة التي تجري وحرب الإبادة التي تجري في غزة. إذن السعي لإنهاء الاعتصامات وإنهاء التظاهرات لأنها ستكون دليل دائم وقائم يدين السياسات المتبعة إن كان من قبل الإدارة الأمريكية أو كان من قبل الكونغرس وخاصة مجلس النواب الجمهوري. شكرا جزيلا لك على المشاركة معنا حتى الساعة زميلنا منذر سليمان مدير مكتب الميادين في أمريكا، كنت معنا من العاصمة الأمريكية واشنطن. نحن مستمرون بهذه التغطية، نشير إلى الصور حيث تأتينا من جامعة جورج واشنطن كاليفورنيا، كنا نتابع أيضا جامعة كولومبيا في نيويورك الشرارة التي انطلقت، كنا نتحدث أيضا عن مواقف السياسيين لافت جدا، موقف رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون الذي طالب الكونغرس أن يفكر في إلغاء التمويل الفيدرالي إذا لم تتمكن الجامعات من السيطرة على الاحتجاجات. نحن نتحدث عن مستوى عالي من القمع والابتزاز، وهذا مجددا يصدر من رئيس مجلس النواب في الولايات المتحدة الأمريكية تلك التي تتشدق بل وتنظر على الدول بالحرية والديمقراطية وحق التعبير. وهنا نشرك أيضا معنا دكتور أمجد أبو العز الأستاذ في العلاقات الدولية في الجامعة الأمريكية منضما إلينا من رام الله. ما هو توصيف ما يجري برأيكم دكتور؟
لا شك انه ما يحدث الان في الجامعات الامريكيه هو يشكل تهديد خطير للسرديه الاسرائيليه وسرديه الدول او حتى الخطاب الاعلامي والسياسي المؤيد لاسرائيل وللحرب على قطاع غزه. هذه يعني لاول مره منذ عام 1970 انه تعود الجامعات الامريكيه الى مركز الصداره، تعود الى انتاج الفكر، وايضا ان تحتل قضية دولية زي قضية فيتنام أو حتى قضية قطاع غزة والاعتداء على قطاع غزة، أن تحتل أولوية لدى الطلاب وبالتالي وحتى كثير من الأكاديميين. هذا يشكل بالنسبة لإسرائيل وبالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية والخطاب الإعلامي والسياسي تهديد خطير، خاصة أنه يعني مع انتشار هذه الفكرة في الجامعات وقدرة الطلاب، نتحدث عن قدرة كبيرة لهؤلاء الشباب مع السوشيال ميديا مع التكنولوجيا، أيضا ليس لديهم مصالح كبيرة ليفقدوها. دائما الشركات القطاع الخاص، السياسيين الإعلاميين لديهم معادلاتهم السياسية التي يحرصوا عليها، ولكن دائما الحراك السياسي حتى ليس فقط في الولايات المتحدة الأمريكية، دائما الحراك السياسي التغيير يأتي من الطلاب. واكبر المثال على ذلك يعني حتى في الانتفاضه الاولى، نحن هون في فلسطين كانت يعني الحراك الطلابي، الجامعات لعبت دور كبير في الانتفاضه الاولى وفي الانتفاضه الثانيه وايضا حتى في الاضرابات. ما الذي يمنع ان نرى ذلك اليوم؟ يعني هناك بالنسبة لفلسطين هناك ما زالت دور الجامعات دور الطلاب، نسبة كبيرة من الطلاب الفلسطينيين معتقلين لدى قوات الاحتلال الإسرائيلي، سواء لنشاطاتهم سواء لمشاركاتهم في الاعتصامات، وبالتالي لم تتوقف الحركة الطلابية. معظم قيادات الرؤساء مجالس الطلبة في فلسطين معتقلين لدى الاحتلال الإسرائيلي، وبالتالي ما زال هناك حراك سياسي طلابي يقود، ليس كما أشرت في البداية، ليس كما كان في البداية في الانتفاضة الأولى والثانية، ولكن هناك زخم، هناك وعي، هناك يعني مراكز إنتاج الفكر، ما زالت الجامعات الفلسطينية تلعب دور في ذلك. بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية الآن ما يحدث، وأنا أعتقد كل هذه الإجراءات التي تحاول الولايات المتحدة الأمريكية والمؤسسات والكونغرس وغيرها من يعني قمع هذه الجامعات لن تأتي بفائدة. وإذا بنلاحظ على الاستراتيجية المستخدمة الآن تقوم على عنصرين، العنصر الأول هي استخدام هذه المظاهرات كأنها معاداة للسامية ومعاداة لليهود، وبالتالي هناك أيضا أصوات من الطلاب اليهود ومن الأكاديميين يقولون أنهم لن يذهبوا إلى الجامعات بسبب الخطر والتهديد على حياتهم التي بسبب هذه المظاهرات. الحجة الأخرى التي تستخدمها الولايات المتحدة وبعض السياسيين أن هذه المظاهرات التي موجودة على الرغم أنها لم تثبت أنها هناك أي نوع من العنف، ولكن هذه المظاهرات تساهم بشكل كبير في تعطيل الحياة الدراسية. بالعودة إلى الدستور الأمريكي، هناك في الدستور الأمريكي هناك حق التظاهر، حق الاعتصام، حق التعبير عن الرأي، والحرية الأكاديمية مكفولة، ولكن بعض المشرعين وبعض السياسيين يستخدمون إنه إذا كان هناك خطاب لفظي يهدد بالعنف أو إذا كان هناك تعطيل للعملية الأكاديمية يمكن للجامعات أن تستخدم وحتى الولايات أن تجبر الجامعات. جيد أنك أشرت هذه النقطة دكتور، سيما أنه زميلنا منذر سليمان قبل أن يغادر تحدث أنه لم يتم تعطيل حقيقة لا الدروس ولا المحاضرات، وما زال العمل الجامعي الأكاديمي مستمر، لم يتم تأثير على سير عمل الجامعات خلا تلك التي قررت إدارة الجامعات ربما أن توقفها أو تعطلها، وفي حديث الآن عن مطالبات التعليم عن بعد، لكن مصيقة من اتهامات للتحركات هي غير دقيقة، حتى غير أنه في مشاركة كبيرة من اليهود، كان أيضا سمعنا لناجية من الهولوكوست بين قوسين تتحدث عن المشاركة
وفي هذه التحركات في هذه الجامعات. مجددا إذا بيان إدارة جامعة جورج واشنطن الذي أذاعه قبل قليل زميلنا محمد كريم بأنه تم أبلاغ المحتجين أن سلوكهم يعتبر انتهاك للسياسات التي تنتهجها الجامعة، وبأن إدارة جامعة جورج واشنطن تهدد الطلاب المعتصمين في باحاتها بأنه سيتم طردهم وفصلهم إذا استمروا بالاحتجاجات، وبالتالي نحن أمام موقف من الطلاب يرفضون المحاولات المستمرة لتشويه الحراك الطلابي واتهامه بأنه معادي للسامية، وهم مستمرون في حراكهم. نحن ربما نكون في جامعة جورج واشنطن أمام سيناريو الذي شهدناه قبل أيام في جامعة كولومبيا بنيويورك في عمل محاولة لفض الاعتصام بالقوة والذي شهدته العديد من الجامعات. نشرك معنا السيد مناضل حرز الله، عضو مؤسس في شبكة الجالية الفلسطينية في أمريكا، معنا من سان فرانسيسكو. كيف تتابعون ما يجري حيث أنتم، وبماذا ينذر هذا الحراك؟ شكرا أخت رامية. نحن نتابع هذا في الجامعة بشكل يومي وبشكل كل ساعة. أنا طبعا مقيم في مدينة سان فرانسيسكو، أقرب جامعة لنا هي جامعة بيركلي. جامعة بيركلي لها تاريخ في تهمة في العمل النضالي أيام ضد الحرب في فيتنام، وعمله الله في هذه الشرارة التي سميتيها حقيقة بدأت تكتسب من الجيل القديم اللي كان واقف، يعني يخاطبوهم يقولوا احنا وقفنا، هذا ما هذا فعلناه من اجل وقت الحرب الدامية في فيتنام، ومن شجعكم. وكان في قطاعات واسعة من المجتمع الأمريكي والعربي والإسلامي داعمين لهذول الطلاب. طبعا جامعة بيركلي لها تاريخ في هذه القضايا، واحنا بنروح يعني كل يوم ندعم الطلاب وبنتواجد هناك وبتصير في فعاليات مختلفة. والملاحظ يعني ان قضية التبقى اللي بيعملوها انه هذا نشاط لا سامي، الملاحظ وان اعداد الطلاب المعادين للصهيونية تتصاعد وبيحملوا هذا الشعار انه احنا يعني هذا الخطاب انه انت غير ساميين، او خطاب الاتهام بالساميين هو خطاب انتهى مفعوله، غير ساري المفعول على الاطلاق. الخطاب اللي بيقول انه ارض بلا شعب لشعب بلا ارض غير مفعول، وبالتالي هم كثير يعني متشنجين وعمالهم بيتصرفوا بشكل عفوي وبشكل غير مدروس على الاطلاق. نعم، ونحن نشاهد هذه الصور من كاليفورنيا، كذلك من جامعة جورج واشنطن، جامعة كولومبيا في نيويورك. نحن نتحدث عن حراك طلابي يلامس الثورة، هناك مواقف سياسية تشيطن هذا الحراك، تحاول أن تقوم بعملية ضغط وابتزاز. 27 من أعضاء الكونغرس طالبوا أن يتم محاكمة من وصفوهم بالغوغاء وألغاء تأشيرات بعض الطلاب المبتعثين أي القادمين من دول أخرى، وأيضا التهديد بإنهاء التمويل. يعني هذا يدفعنا دائما للتذكير بأننا نتحدث عن الولايات المتحدة الأمريكية، تلك التي كانت تقدم نموذج للإعابة على حكومات أخرى تصفها بالديكتاتورية والقامعة للحريات، وجاءت مع الغرب الأطلسي تحت عنوان حماية الثورات في وطننا العربي لتحقيق حريات التعبير في الوطن العربي. لذلك عندما نذكر هذه التصريحات من مواقف من سياسيين أمريكيين يجب أن نضعها ونشرحها ونبرزها. وهنا بالعودة إليك دكتور أمجد أبو العز، هل يمكن أن تؤثر مثل هكذا تهديدات نسمعها من سياسيين أمريكيين، وعن ماذا بتعبر برأيك؟ يعني التهديدات تتزداد، وخاصة كما أشرتي معاقبة الطلاب الأجانب من ينخرطوا في المظاهرات. أيضا ستكون هناك تهديدات لتمويل الجامعات، هذا غير مستبعد، وطرد الطلاب خارج الولايات المتحدة الأمريكية. أنا باعتقادي كل هذا سيكون يعني بلا فائدة، خاصة إذا مع زيادة عدد الجامعات، وأيضا هناك انكشاف
خلاف بعض السياسات التي وصفت بالعنصرية، استخدام العنف، وقضية استخدام العنف في الجامعات من قبل الحرس الوطني. لي تجربة سابقة في فيتنام، تم يعني مقتل عدد من الطلاب في طلاب الجامعات خلال احتجاجهم على حرب فيتنام، وكانت هناك فضيحة بذلك الوقت. ودخول الآباء وأولياء الأمور على الخط هذا أيضا سيعقد الأمور، وخاصة أنا كما أشرتم أن هناك طلاب يهود مشاركين في هذه المظاهرات ضد ما يمارس باسمهم في إسرائيل. دخول أيضا يعني أنا أتحدث عن دخول، سيكون هناك تبعات دخول كثير من الممولين، تهديد بإقالة جامعات ورؤساء جامعات. هذا سيعمل شرخ كبير سيمتد خلال الفترة المقبلة، على الرغم من أن يقول أنه الإجازة الصيفية ستبدأ وبالتالي الطلاب سيعودون إلى منازلهم، ولكن الخطاب الإعلامي الطلابي يدل أن هناك وعي، يدل أن هناك صورة واضحة على ماذا يريدون. حتى يعني طريقة تعاطيهم مع الانتقادات التي توجه لهم أنهم ضد السامية أيضا، وأنهم يعني غوغائيين ويريدون يعني إثبات يعني إرباك العملية التعليمية، هناك وعي سياسي واضح. ولكن بالمقابل كما أشرت هناك أيضا إرادة سياسية غائبة. إلى الآن بايدن يمارس الصمت حيال ما يحدث، وهو الآن في وضع سياسي صعب. هو يريد أن يسمع أصوات ويلبي أصوات الطلاب، وخاصة نتحدث عن يعني انتخابات قائمة، نتحدث عن صوت انتخابي شبابي. حاول خلال الفترة الماضية من خلال نائبته التحدث معهم، وحتى التحدث من خلالها كونها أكثر شبابا منه، وعلى الرغم من ذلك فشل في استقطاب هؤلاء الشباب. الآن جاءت المظاهرات، جاءت الانتقادات، وإلى الآن الإدارة الأمريكية صامتة باستثناء جاك سوليفان الذي أعطاهم الحق في التظاهر. هناك سيكون شرخ. بعض الولايات الأمريكية وبعض المدعيين العام في بعض الولايات أمروا بإطلاق سراح جميع المعتقلين من الطلاب وأيضا من الأكاديميين على حرية، على أساس أن حرية التعبير. هذا خلال الفترة المقبلة أنا باعتقادي تزداد. نتحدث عن قوة شبابية، تكنولوجيا، نتحدث عن السوشيال ميديا، نتحدث عن وعي عام، نتحدث عن رأي عام يتشكل في الولايات المتحدة غير قابل للسيطرة. ربما ولادة نخبة جديدة. نعم. إن كنا نتحدث فعلا عن ثورة على مستوى فكر سياسي تغييري للمستقبل، انطلاقا من الجامعات والتي هي تصدر النخب، وغالبية الجامعات التي نتحدث عنها تخرج منها المسؤولين السياسيين في مجلس النواب، الشيوخ، الكونغرس، وحتى رؤساء الولايات المتحدة الأمريكية. وكولومبيا خرجت رئيس باراك أوباما، ييل أيضا من الجامعات التي فيها تحركات، وخرجت جورج بوش الابن. نتحدث عن إذا المركز الإشعاعي والذي أيضا يخرج القيادات. سأعود زميلنا محمد كريم لنسأل عن موضوع الحرس الوطني. في إشارة مهمة قدمها ضيفنا دكتور أمجد أبو العز، خصوصا أن طلاب جامعة كولومبيا قالوا أنه في تهديد وصلهم بأن الحرس الوطني سيقوم بفك اعتصامهم. أي دلالة إذا ما تم ذلك سيكون على مستوى التعاطي للسلطات الأمريكية مع هكذا تحركات؟ بلا شك هو يعد من التهديد والوعيد الذي أطلقته المختلف إدارات الجامعات بأنها ستفض هذه الاعتصامات بأي طريقة كانت. بدأت في بادئ الأمر بتهديد الطلاب بفصلهم، لم تفلح هذه المحاولة. تم اعتقال أكثر من 500 طالب من مختلف الجامعات الأمريكية، لم تفلح أيضا هذه المسألة. تم إدخال وحدة خاصة بمكافحة الإرهاب في جامعة كولومبيا، وهذا أمر كان لافتا، وبالتالي كان تصعيدا خطيرا تجاه الطلاب وتجاه المحتجين. وأيضا حتى هذا التحرك هو لم يكن مفيدا لما تريده هذه الإدارات بفض هذه الاعتصامات، وبالتالي التلويح باستخدام الحرس الوطني هو لم يكن سابقا. نحن نتذكر التظاهرات التي رافقت اغتيال جورج فلويد، كان هنالك تدخل واضح من الحرس الوطني، واليوم كانت هنالك دعوة واضحة من رئيس
رئيس مجلس النواب الأمريكي عندما زار جامعة كولومبيا وتحدث بشكل واضح بأنه سيطلب من إدارة بايدن استخدام صلاحياتها الفيدرالية بهدف تفعيل الحرس الوطني وتدخله لفض كل الاحتجاجات والاعتصامات التي يعدونها كما تفضلتي وصفوها بالغوغاء وأنها تأتي لتهديد اليهود أبناء الجالية اليهودية وأيضا المعادية للسامية وتهدد لربما السلم المجتمعي في الولايات المتحدة. وهذا طبعا الكلام هو نفوه المتظاهرون والطلاب بشكل واضح خلال هذا الحضور السلمي الذي نشهده الآن. وبالتالي هذا التصعيد هو سيبقى قائما على أقل تقدير في هذه الفترة في ظل تمسك كلا الطرفين بمواقفهم. فالطلاب هنا يرفضون أي توجه لفض اعتصامهم دون تحقيق مطالبهم، وعلى رأسها بدون أدنى شك هو الاعتراف بأن ما يجري في غزة هي إبادة جماعية، وأيضا بقطع كل العلاقات الأكاديمية والتجارية ما بين الجامعات الأمريكية وما بين الشركات الإسرائيلية، بل أبعد من ذلك حتى قطع العلاقات ما بين الجامعات الأمريكية والشركات الأمريكية المتعاونة مع إسرائيل، وعلى رأسها طبعا ومن أهم الشركات المهددة بهذه المسألة هي شركة لوكهيد مارتن، وهذه الشركة المعروفة بتصنيع السلاح الذي يتزود به أو تزود به الولايات المتحدة الجيش الاحتلال الإسرائيلي، وأيضا واستخدام القنابل والصواريخ ضد الفلسطينيين العزل في غزة، وفي غالبيته يأتي من هذه الشركة. هذه الشركة رامية تمتلك استثمارات في الجامعات الأمريكية ومنها جامعة ميريلاند، هنالك أكثر من 30 مليون دولار تستثمر في هذه الشركة من قبل الجامعة. وبالتالي هذه المطالب وهذه الحشود الطلابية هي ترفض التحرك دون تلبية هذه المطالب. إذن التهديد بالتصعيد باستخدام الحرس الوطني في ظل الأجواء التي نشاهدها ونلمسها الآن رامية من هذا الحضور اللافت وهذه الفعاليات التي ترونها على الشاشة، قليلا لا أعتقد أنها ستؤدي. نعم نستمع قليلا. نعم. بالتأكيد الآن هنالك أغنية في الأغاني باللغة العربية تحاكي القضية الفلسطينية. مشاهد تسجل في التاريخ، هي مشاهد غير مسبوقة أن نرى حراكا بهذا الشكل يلامس الثورة في الولايات المتحدة الأمريكية في الجامعات الأمريكية. الصوت يعلو دعما للقضية الفلسطينية من طلاب الجامعات الأمريكية، وأغاني الثورة الفلسطينية نستمع إليها في الجامعات الأمريكية وفي محطة جامعة جورج واشنطن. هذه مشاهد غير مسبوقة. ما نشاهده الآن بالشاشة طلاب جامعة نيويورك يقيمون مخيما تضامنيا جديدا مع غزة بعد أن أزالت الشرطة مخيمهم في جولد بلازا. إذن هذه الصور من نيويورك، طلاب الجامعة أقاموا مخيما تضامنيا جديدا مع غزة بعد أن أزالت الشرطة مخيمهم في جولد بلازا. ونستمع أيضا ما الذي يهتفون. Here.
إذن ما نشاهده حقيقة مشاهد كبيرة لها دلالات ومنعكسات وتأثيرات أيضا كبيرة. هذه صور لو قلنا أننا سنراها قبل عام من اليوم لما صدق أحد، وربما لكان الأمر مكان فكاهة وتندر. أن نشاهد حراكا جامعيا يعم العديد وكبريات الجامعات وأعرقها في الولايات المتحدة الأمريكية، تحدي للسلطة الأمنية والسياسية في الولايات المتحدة بصوت يعلو دعما للقضية الفلسطينية ويطالب بالحرية، يطالب بوقف إطلاق النار بغزة، يطالب بوقف الإبادة، يطالب بقطع العلاقات مع إسرائيل على المستوى الأكاديمي، على المستوى الاقتصادي، على المستوى الاستثماري والتجاري. هذا تحول كبير جدا جدا في السردية التي سادت في أكبر دولة في العالم تدعم إسرائيل، ضرب كامل ومباشر لهذه السردية، لموقع إسرائيل ونفاذها في مؤسسات عريقة أكاديمية كالجامعات التي نرصدها. لذلك من المهم أن نركز على هذه الصور ونغطيها وهي في صلب تغطيتنا لملحمة طوفان الأقصى التي وصل إشعاعها لمثل هكذا صور تاريخية في الولايات المتحدة الأمريكية. الولايات المتحدة الأمريكية بمسؤوليها سياسيها أمنيها يتحدون أبناء الولايات المتحدة الأمريكية، نخبة النخبة في صلب الغرب، في صلب القيم والديمقراطية الغربية. هؤلاء يمثلونها وهؤلاء يثورون عليها، وبالتالي نحن أمام ربما تحولات كبيرة. نشرك أيضا معنا السيد محمد العطواني الناشط السياسي معنا من بغداد. أسألك في التعليق على هذه الصور في وقت نرى خواء صمتا معيبا على مستوى الشارع العربي، إلا من رحم ربي في استثناءات هي أكيد محل تقدير، لماذا تغيب الصروح الأكاديمية العربية، يغيب عنها مثل هكذا صور؟ تحية طيبة كريمة. اليوم الشارع العربي يشهد انتفاضات متعددة في بعض الدول، وللأسف تغيبت بعض الدول أو كثير من الدول العربية عن المشهد الأكاديمي في دعم القضية الفلسطينية. نحن اليوم في العراق خرجنا بعد 7 أكتوبر في وقفات احتجاجية في الجامعات العراقية، وكذلك أقمنا مهرجانات ووقفات مستمرة إلى هذا اليوم في العديد من الجامعات العراقية. ولكن كما تعرفون نحن في العراق الحكومة هي داعمة للقضية الفلسطينية ضد الكيان الصهيوني، لذلك اليوم المظاهرات التي يجب أن تستمر هي في الدول الرافضة أو الدول الداعمة للكيان الصهيوني كأمريكا وفرنسا للضغط على حكومات هذه الدول من أجل وقف الدعم المادي والاقتصادي. اليوم الشارع العربي للأسف منقسم قسمين، القسم الأول الذي يصمت إذا ما يحدث في غزة من مجازر منذ 7 أكتوبر وإلى اليوم، والقسم الآخر الذي هو يدعم وإلى الآن مستمر بالدعم المالي أو الإعلامي أو العسكري للقضية الفلسطينية وبالأخص مع المقاومة الفلسطينية والمجازر التي تحصل من قبل الكيان الصهيوني. اليوم تشاهدين في الجامعات مثلا العراقية والإيرانية وكذلك السورية واللبنانية واليمنية موقف داعم للقضية الفلسطينية، ولكن بعض الحكومات العربية كدول الخليج وشمال أفريقيا ترفض خروج الجامعات وترفض خروج الطلبة لدعم القضية الفلسطينية والوقوف بوجه الاستيطان ووقوف بوجه الهجمات الصهيونية ضد إخواننا في غزة الصمود. اليوم ما نشاهده من حراك في الشارع الأمريكي من قبل طلبة الجامعات ضد الدعم الذي توجهه أمريكا إلى الكيان الصهيوني، وبالأخص الدعم الأخير الذي خصصه مجلس الشيوخ الأمريكي لتخصيص 25 مليار دولار لدعم إسرائيل، منها 17 مليار دولار مساعدات عسكرية. هذا أثار سخط الشارع الأمريكي وبالأخص الشارع الطلابي، الشارع الأكاديمي الذي خرج بتظاهر بداية من جامعة كولومبيا في نيويورك قبل أيام وامتدت إلى حرم جامعات عديدة في أنحاء الولايات المتحدة من لوس أنجلوس إلى نيويورك واشنطن مرورا بأوستن. وكذلك اليوم ما حصل من قمع طلابي كبير في هذه الجامعات يدل على أن الإدارة الأمريكية هي رافضة و تدعي زيفا حرية الرأي والتعبير، لأنه القمع الذي واجهه الطلبة خلال أسبوع كامل قد وصل إلى اعتقال 550 طالب تقريبا في الأسبوع الماضي. صحيح، وأساتذة الجامعات وكذلك أساتذة الجامعات يعني تعرضوا إلى الضرب والتعنيف، وتم اعتقال العديد من رؤساء الأقسام في الجامعات، منهم السيدة نويل رئيسة قسم الفلسفة بجامعة موري التي تعرضت للضرب والاعتقال، وهذا ما يعبر عنه انتهاك لحقوق الرأي والتعبير وكذلك الانتهاك لحقوق الإنسان
كذلك حقوق المرأة وحريتها التعبير عن الرأي. هذا الأمر يدل بالصريح العبارة على زيف الادعاء الأمريكي بحرية الرأي والتعبير الذي صدعوا به رؤوسنا منذ عشرات السنين بأنهم المدافعين عن حقوق الرأي وكذلك حرية التعبير للناس. شكرا جزيلا لك سيد محمد العطواني الناشط السياسي، كنت معنا من بغداد. وأن نشرح لنحاول أن نفهم لماذا تغيب الأصوات في الشارع العربي لا سيما بالصروح الأكاديمية، لكننا لا نتفهم على الإطلاق أن تغيب فعلا هذه الأصوات وتكون حاضرة لا سيما على مستوى النخب الذين شاركوا بشكل أو بآخر في عشرية النار في اقتتال بيني تحت عنوان دعم الحريات وتطلع الشعوب. واليوم قضية الشعوب ليس فقط على المستوى العربي وإنما على مستوى وأحرار العالم كما تظهر هذه الصور هي فلسطين، وبالتالي هناك علامة استفهام كبيرة بحق هؤلاء النخب في غيابهم عن دعم هذه القضية. معنا أيضا إيميلي ويليامز، عضو في منظمة طلاب من أجل العدالة لفلسطين. مرحبا بك إيميلي. أنت من خلال متابعتك ومواكبتك، ما الذي ترينه في هذه التحركات؟ عن ماذا تعبر؟ Okay. If you run into them, encourage them to hang around, take pictures of the. Oh my God, I'm live. Okay. I'll be back. I'm like on the. I'm on like. أنت على الهواء إيميلي، وأنت يعني تضعين الكوفية الفلسطينية، ولا أدري إذا كنت يعني تضعينها بشكل قناع ضمن يعني رمزية معينة أو ضمن ايضا محاولات يعني الحرص من يعني الترهيب الامني الذي يمارس. وبالمناسبه في الاستطلاع على مستوى، فقدنا التواصل مع إيميلي ويليامز عضو في منظمه طلاب من اجل العداله لفلسطين، ايضا من ضمن المسح على مستوى من يغطي هذه التحركات هناك خوف حتى من مشاركه لبعض الاكاديميين والطلاب نتيجه القمع الذي يتم تعريضهم له. اعود اليك من جديد سيد مناضل حرز الله، ونحن نستمع مجددا لهذه الصور من جامعة جورج واشنطن. فقدنا التواصل مع السيد مناضل حرز الله، لكننا نشاهد هذه الصور من جامعة جورج واشنطن. وعادت إلينا إيميلي ويليامز، لا أدري إذا كنت استمعتي للسؤال وتخبرين لماذا تضعين الكوفية بهذا الشكل أيضا على وجهك، لكن عن ماذا يعبر هذا الحراك؟ ونحن نسمعك بشكل جيد، لا أدري إذا كان يجب أن أعيد السؤال. لو تنقلين لنا برأيك عن ماذا يعني ينم هذا التحرك، عن ماذا يعبر؟ So at Stanford we have reestablished a sitting. Sorry, there's music in the background because we're bringing in programming for people. هناك موسيقى في الخلفية لأننا نحاول أن نجذب الجمهور وأن نحث الجمهور على المشاركة معنا في هذه المظاهرة في هذه الوقفة. نحن في ستانفورد كنا قد أقمنا وقفة أو جمعية تضامنية للتضامن مع الفلسطينيين لا سيما في غزة. إذن هي مبادرة تهدف إلى تسليط الضوء على ما يحصل في غزة والتضامن مع الفلسطينيين. لا أعلم إذا ما كنتم قادرون على رؤية ما يحصل خلفي، بطبيعة الحال إن التغطية هنا والشبكة هنا ضعيفة جدا. أحاول قدر المستطاع أن أتواصل معكم، وسوف أحاول الاتصال بشبكة أخرى. ولسبب من الأسباب أن هذه الشبكة تبدو ضعيفة الآن. لا مشكلة على الإطلاق إيميلي، بإمكانك ربما إذا لم تكوني مرتاحة. الاتصال واضح وصوتك يصل بشكل واضح أيضا. I think I just got better connection. I think I'm more solid. I'm just going to move closer to الآن أصبح أفضل. سوف أحاول الاقتراب من قسم الكتب حيث نقيم أو الوقفة الأساسية. إذا أعتقد أن الصوت أوضح الآن، أليس كذلك؟ نعم نسمعك بشكل جيد، تفضلي.
في ستانفورد كما يمكنكم أن تروا خلفكم، كنا قد نظمنا وقفة تضم الطلاب الجامعيين الذين يرغبون بالتضامن مع فلسطين، هي جزء لا يتجزأ من الحركة الوطنية وأيضا الدولية التي انطلقت في سبيل دعم المواطنين الفلسطينيين في غزة. نحن نحاول استغلال هذه الحركة القائمة، هذا التحرك الذي انطلق في الولايات المتحدة الأمريكية مؤخرا في سبيل بث التوعية أو نشر التوعية حول الإبادة البشعة التي تحصل في فلسطين، حول الممارسات اللا إنسانية التي تقوم بها إدارة أو حكومة الأبارتهايد في فلسطين، حكومة الفصل العنصري في فلسطين. إذن نحن هنا نقف تضامنا مع رفقائنا على المستوى الوطني وأيضا على المستوى الدولي الذين يتضامنون مع فلسطين أيضا، والذين يواجهون قمعا من قبل المؤسسات التي يعملون أو ينتمون إليها. كما ترون خلفي هنالك هذه الوقفة التي نظمناها في ستانفورد، هنالك أيضا بعض الجلسات، جلسة التوعية، هنالك فلسطينيين يقومون ببعض الجلسات التوعوية للحديث عن ما يحصل في فلسطين والحديث عن هذا التاريخ. نحن أيضا نحاول أن نوجه رسالة واضحة للجامعة، نحن نريد من الجامعة أن تتراجع عن دعمها وتعاونها مع الحكومة الإسرائيلية والمؤسسات الإسرائيلية المتعددة مثل شيفرون وغيرها. إذن هذا هو الهدف الأساسي بالنسبة لنا، هو الابتعاد عن التعاون مع الحكومة الإسرائيلية بالنسبة لنا، بالنسبة لهؤلاء الطلاب. منذ أكثر من 100 يوم نحن نحاول القيام بهذه الاحتجاجات، بدأنا من 20 أكتوبر، ومن ثم في يناير من العام 2024 أجبرنا على الإخلاء، وذلك بسبب عدم الاهتمام على المستوى الوطني وأيضا على المستوى الدولي بالقضية الفلسطينية، لا سيما في الولايات المتحدة الأمريكية تراجع الاهتمام بهذه القضية. قمنا بقضاء وقت طويل وببذل جهود طويلة لإعادة إحياء هذه القضية، للحديث عن الإبادة الجماعية التي تحصل، للتركيز عليها، وأيضا لحث الأشخاص على استغلال أصواتهم للحديث عن هذه القضية. أريد أن أسألك، لماذا تضعين الكوفية بهذا الشكل، وما هي المطالب التي هي محل إجماع بالنسبة لكل الطلاب في الجامعات؟ I am wearing it in this way because there are some people who are taking photos of us in bad faith. الكوفية بهذه الطريقة لأن هناك العديد من الأشخاص الذين يلتقطون صورا لنا كمنظمين. هذه أول نقطة. ثانيا، نحن نرتدي هذه الكوفية للتضامن مع الفلسطينيين. إذن هذه هي طريقة لحماية أنفسنا وأيضا لنشر التوعية حول القضية وأيضا لتسليط الضوء على هذه القضية وتسليط الضوء على أهمية تحرير فلسطين. أما فيما يتعلق بمطالباتنا، إن المطالبة الأساسية هي تلك المتعلقة بالابتعاد والتراجع عن التعاون مع أي منظمة ومؤسسات تتعامل بشكل مباشر مع إسرائيل أو هي منظمات إسرائيلية ومؤسسات إسرائيلية. يعني هذه هي المطالب الأساسية وهي مطالب العدد الأكبر من الجمعيات المماثلة. أريد أن أفهم منك ما الذي يجري، يعني أنتم تتوخون الحيطة والحذر، من الذي يلتقط الصور وبأي إطار يأخذونها ويستعملونها عندما يتم التقاطها بالنسبة للمنظمين كما أشرتي، إلى من تحال وكيف يتم استخدامها؟ Administration, obviously, Stanford administration is not happy there out that we are out here. بطبيعة الحال إدارة جامعة ستانفورد ليست سعيدة بوجودنا هنا. كنا قد نظمنا مظاهرات ووقفات فيما سبق خلال الأيام المئة الماضية. هنالك طلاب كانوا قد واجهوا اعتقالا أو توقيفا بسبب من قبل قوات الأمن أو مسؤولي الأمن في الجامعة، وإذا كانوا قد تحدثوا مع المسؤولين وتحدثوا عن مخاوفهم بعد هذا الاعتقال، وقالوا للمسؤولين في الجامعة والإدارة الجامعة أن مطالبنا هي متعلقة بالتوقف عن دعم والتعامل مع المؤسسات الإسرائيلية. وبطبيعة الحال كان هنالك بعض الطلاب الذين واجهوا تضييقات وقمعا، وأيضا البعض منهم تم نشر معلوماتهم الخاصة عبر الإنترنت. إذن هذه ممارسات تحصل لعدم أو لإخافتنا، ونحن بطبيعة الحال
الحال نحاول حث الجميع على المشاركة في هذه المظاهرات ضد القمع للوقف ضد القمع وأيضا في سبيل التواصل إلى أهدافنا. هل هناك تواصل ربما بين المنظمين في الجامعات الأمريكية؟ وإلى متى سيستمر هذا الحراك كأفق زمني بالنظر لمن يعتبر أنه عندما تدخل العطلة الصيفية سنرى خمولا أو خمودا لمثل هكذا حراك؟ We are in communication with each other. As a matter of fact, we use these communications as a method of. نعم، نحن نتواصل فيما بعضنا ونحن نحاول أن نبني نوعا من أنواع التحالف بين المنظمين. طلاب كولومبيا، طلاب جامعة كولومبيا كانوا قد تحدثوا معنا وتواصلوا معنا خلال الأيام 120 الأولى من المظاهرات والوقفات، والآن هم أيضا قاموا بإذن تنظيم وقفة احتجاجية مستدامة، ونحن نتواصل معهم ونحاول تبادل الخبرات والممارسات الفضلى على هذا المستوى. هذه الجامعات كبيرة جدا، وأنا لدي أصدقاء في كافة كليات الجامعة وأيضا في كليات عبر أو في ولايات مختلفة. نحن نحاول التواصل، نحن نحاول أن نستفيد من خبرة بعضنا على هذا المستوى، ما هي الممارسات، ما هي إذن الإجراءات التي من الممكن أن نتخذها في سبيل توسيع هذه المظاهرات وأيضا في سبيل حماية أنفسنا في وجه الإدارات. ومستمرون في هذا الحراك حتى تحقيق المطالب، صحيح؟ Yes. Last time we, although the university removed us the first time, we came back and قد أجبرتنا على فض هذه المظاهرات وهذه الوقفات فيما سبق في يناير وفي فبراير، ولكن أصرينا على العودة وأصرينا على الضغط على هذه الجامعات وعلى هذه الإدارات أن تتوقف عن دعمها للمؤسسات الإسرائيلية وتعاونها معها، ونحن سوف نستمر في هذا العمل لكي نصل إلى هدفنا وأيضا لكي نصل إلى هدف إيقاف هذا القمع الذي نواجهه. لو طلبت منك إيميلي أن تقولي كلمة تختمين فيها هذه المداخلة لأهلنا في أرضنا المحتلة فلسطين، لأطفال غزة، لنساء غزة، لمن يعانون من الإبادة والمجاعة المرتكبة إسرائيليا بحقهم، ماذا تقولين لهم من حيث أنت في سان فرانسيسكو باسمي وبصوتي الطلاب الجامعيين المحتشدين الثائرين من أجلهم؟ I want to say that I, first of all, glory to the martyrs always. Second of all, أريد أن أقول أولاً أن المجد كل المجد للشهداء، هذا أولاً. ثانياً، أنا أنظر إلى هؤلاء الفلسطينيين نظرة فخر واعتزاز. هؤلاء يلهموننا بشكل يومي وفي حياتنا اليومية لكي نتمكن من الصمود أمام هذه الظروف الصعبة التي نواجهها. أنا آمل أننا سوف نتمكن من المحاربة معا لتحرير فلسطين. شكرا جزيلا لك، نحن سعدنا بك ونفخر بك ولك كل التحية والشكر والاعتزاز كما أنت وباقي الطلاب الجامعيين في الولايات المتحدة الأمريكية على هذا الصوت وهذه القوة وهذا التحدي والثبات نصرة للإنسانية وبقضية عادلة كقضية فلسطين. إيميلي ويليامز، عضو في منظمة طلاب من أجل العدالة في فلسطين، شكرا جزيلا لك على المشاركة معنا من ستانفورد في سان فرانسيسكو. Thank you. Have a nice day. شكرا جزيلا لك. نشكر أيضا دكتور أمجد أبو العز، أستاذ في العلاقات الدولية في الجامعة الأمريكية من رام الله، مناضل أيضا حرز الله، عضو مؤسس في شبكة الجالية الفلسطينية في أمريكا من سان فرانسيسكو. نحن متواصلون مشاهدين في هذه التغطية، سيستكملها الزميل أيهم بني مرجي، لكننا سأذهب إليك زميلنا محمد كريب، نقف عند آخر التطورات، المعلومات، التفاعلات، وما الذي يقوله الرئيس الأمريكي جو بايدن؟ بدأ وكأن أنه يريد أن يخلق توازنا ما بين ما قال بأنه حفظ حرية التعبير لطلاب الجامعات ومنع معاداة السامية كما قال ووصفها. بالفعل يعني هذه بالفعل يعني الرئيس الأمريكي حتى عندما سئل في وقت سابق عن هذه المسألة وعن الحراك الطلابي الواسع في مختلف الجامعات الأمريكية وقال يدين ما وصفها آنذاك بمعاداة السامية، وأيضا من جانب آخر وقال أنه يتفهم الذين لا يفهمون معنى القضية الفلسطينية، وبالتالي هو حتى في هذا التصريح هو لم يكن متوازنا ما بين ويحقق هذا التوازن ما بين الجانبين، الجانب الذي يتهم هذا الحراك بالتشويه وبين الجانب الذي هو يطالب بالحرية
لفلسطين. وكما تسمعين الآن الشعارات هي تتحدث وتقول دعوا غزة تعيش. إذن هي مظاهرات سلمية وتطالب بسلمية ما يجب أن تكون عليه القضية الفلسطينية، ودعوا الفلسطينيين يعيشون، أوقفوا الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين. وهذه هي الشعارات الآن التي نسمعها تصدح من قبل طلبة وطلاب الجامعات في واشنطن العاصمة ومحيطها من ولايات فرجينيا وكذلك ميريلاند، بأنكم عليكم أن تدعوا غزة، الأطفال في غزة، تدعوا المدنيين في غزة يعيشون. والآن أيضا شعارات تؤكد على عروبة فلسطين وأيضا عروبة القضية الفلسطينية التي ينبغي أن تكون إلهاما للإنسانية. في والآن أيضا الشعارات الأخرى التي ما تزال تطالب بالحرية لفلسطين، التي الآن هي لربما الشعار الأساسي والعنوان لكل الشعارات التي تطلق في هذا الحراك بمختلف الجامعات الأمريكية، التي تطالب بالحرية لفلسطين، وأيضا تطالب بوقف استمرار الدعم المطلق واللا مشروط ومن غير حدود لإسرائيل في عدوانها على غزة، وخصوصا بعد التحرك الأخير الذي جرى في الكونغرس الأمريكي، وبطلب من إدارة بايدن بتمويل حزمة تمويل إضافية وصلت إلى أكثر من 95 مليار دولار، خصص منها 26 مليار دولار لإسرائيل لوحدها. وبالتالي هم يعتبرون أن هذه الإدارة هي متورطة ومتواطئة بشكل مباشر في إزهاق الدم الفلسطيني. وبالتالي اليوم نشهد هذه الحركات، هذا الحراك وهذه الفعاليات التي تخللتها أغاني باللغة العربية تعبر عن واقع القضية الفلسطينية وعروبة هذه القضية، والتي تجاوزت لربما الآن حتى الحدود لنسمع في قلب العاصمة الأمريكية هذه الشعارات المؤيدة للقضية الفلسطينية، والتي أيضا تطالب بشكل واضح بشفافية مالية للجامعات الأمريكية، لكي يعرف هؤلاء الطلاب وهؤلاء الطلبة إلى أين تذهب أموالهم التي يدفعونها لهذه الجامعات. وكانهم متورطون، هذه الجامعة متورطة في ومتواطئة في استباحة الدم الفلسطيني. وبالتالي تستمر بالفعل هذه الاحتجاجات، وأن الطلاب أكدوا قبل قليل، هنالك كان مؤتمرا صحفيا لعدد من المنظمين لهذه الاحتجاجات، هم أكدوا أنهم ماضون في هذا الحراك ولن يتراجعوا حتى تحقيق المطالب. وبالتالي يبدو أن خيم الاعتصام في الحرم الجامعي في داخل جامعة جورج واشنطن لن يتم إزالتها ولن تنجح حتى اللحظة إدارة الجامعة في فض هذا الاعتصام في ظل الزخم الذي الآن وصل من قبل مختلف الطلاب وحتى من أساتذة الجامعات لدعم هذا الاعتصام بهدف توفير لربما زخما معنويا ودعما معنويا، ناهيك عن التبرعات التي جاءت للطلبة لتوفير لهم ما يمكن أن يسد لربما رمقهم في ظل استمرار محاصرتهم داخل هذا الحرم الجامع. وبالتالي الآن هنالك كلمات بدأ لعدد من منظمي هذه الاعتصامات تلقى في هذه الأثناء أمام الطلبة، التي تؤكد بأن هنالك إبادة جماعية ترتكب بحق الفلسطينيين، وبالتالي هم يذكرون بما حصل تاريخيا من حرب فيتنام، وكيف أن القوات الأمريكية آنذاك تورطت أيضا في استباحة دم المدنيين هناك، وكيف أن الحراك الجامعي كان مؤثرا إلى درجة كبيرة بالرغم من الصدامات والتي أدت إلى وقوع ضحايا كما حصل في جامعة كنت بولاية أوهايو عام 1970
عندما سقط ضحايا من الطلبة الذين كانوا ينادون ويطالبون بوقف الإبادة آنذاك التي تمارس بحق في حرب فيتنام. وبالتالي اليوم التاريخ على ما يبدو يعيد نفسه ولكن بزخم أكبر. يعني هنالك أحد الأساتذة الجامعيين أكد بأنه لم يشهد طيلة حياته تحركات جامعية بهذا الزخم الكبير وهذه العزيمة الواضحة بالرغم من كل محاولات الترهيب التي مورست بحق الطلاب بمختلف الوسائل والتي وصل آخرها كما حصل اليوم في جامعة أريزونا مثلا والتي بدأت بإطلاق المرشات المائية في حرم الجامعي ومحاولة إغراقه بالمياه لكي يغادر الطلاب. وبالتالي هي أساليب مختلفة من تهديد وترهيب لمختلف الطلبة وأساليب مختلفة ومحاولات تشويه مستمرة.